الفنان الجميل احمد رزق منورنا عبر الشيش بوشي. اهلا بيك معانا. اهلا بيك، اهلا وسهلا. جديد عند احمد رزق الفتره القادمه؟ انا حاليا هبتدي تصوير الجزء الثاني من فيلم الكنز، وبصور فيلم ايام الغضب والثوره تاليف استاذ وحيد حامد واخراج محمد سامي. الكنز كنت دورك فيه كنت مقلق من الدور، خايف السبوت اللي خدته؟ بالعكس، الحمد لله. انا يعني شغلي مع شريف عرفه ببقى مطمن جدا بصراحه، خصوصا كوكبه كبيره يعني محمد سعد، محمد رمضان، مجموعه كبيره من النجوم ومؤلف كبير ومخرج كبير. اعتقد ان مش بيبقى في مجال للقلق يعني. حمزه عامل معاك ايه؟ تمام زي الفل.